الساعة 9 صباحا. إذاعة الجمهورية التونسية. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، الإذاعة الجهوية بالمنستير تدعوك لقضاء ساعة مع مفترات من برامجها. مستمعينا الأفاضل، مستمعاتنا الفضليات، صباحا سعيدا. تحية صادقة رقيقة نبعثها إليكم عبر باقة هذا اليوم. قصيد من الشعر الشعبي جادت به قريحة الشاعر الشاب البشير بكار، نستهل به جولتنا هذه.